السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الأفاضل. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم دائما تنجيب لكم الهميزات ديال الناس اللي دراوش، وهذه السيارة من السيارات اللي غنية على التعريف، كيا بيكانتو 2006، وهي اللي مطلوبة سبحان الله العظيم. راه الطوموبيل معروفة بالصحة والمتانة والاقتصاد في الكونسوماسيون، وراه جايبة لا كليم والزاج الكتريك من طبيعة الحال ديال قدام. الى بقيتوا معنا حتى نهايه الفيديو كما عودناكم، غادي نحاولوا نوريكم السياره من جميع الجوانب، فخليكم معنا ان شاء الله تعالى. وديك الساعه من طبيعه الحال اللي بغى يعني كنهضر عن قرب، الساعه اللي بغى يشري غادي يعاود يجي يشوف اللي يقلب ليه ولا يقلب راسو، ما كاين حتى شي مشكل. احنا غادي نضرب السياره، في هذا اللوين هذا عسلي. راه لقيت هاد النوع من السياط راه ديال الكسيبه، ديال اللي بغى يدوز العطلة الصيف ويعاود يبيع، ما فيهاش الخسارة. هادي ما تلقاش فيها مشكل، يعني راه يركب بنادم مع راسو ومن بعد يدوز بنادم كيما قلت لكم لي فاكونس ديالو ويبيع الطوموبيل، ما غاديش يخسر فيها ان شاء الله تعالى. هاد النوع تحديدا ما فيهش الخسارة، بالاخص بحال هاد الهميزات اللي تكون نقيين، ما كاين لا ضرب لا جرح لا والو. Thank you.